مرحبا بالأستاذ الإعلامي الكبير الأستاذ حسن السوسي الذي جاء ليشرف مدينة العرائش. شكرا للأستاذة أمينة، وأعتبرها الجندي الخفي في هذا اللقاء في الحقيقة التي أصرت بكل قوة على المشاركة وعلى بذل مجهود كبير لإنجاحه. شكرا للشاعر الكبير عبد الصمد صغير من تطوان، شكرا للأستاذة خديجة بوعلي التي تمنيت أن أسمعها وأن تشرف مدينة العرائش، شكرا للشاعرة الأطلسية من مدينة خنيفرة. استمتعنا بالإعلامي والكاتب الكبير الرجراجي عبد السيد الرجراجي الذي شرفنا وطلب مني توقيعا بمدينة العرائش، وكان لشيء الشرف وأن يكون حاضرا معنا حتى أني استحييت أن أرفض طلبه.